ورحمة الله تعالى وبركاته. ضيف المؤسسة السيد محمد بشير رشيدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، مرحبا بكم. يسعد المؤسسة أن تستضيف للمرة الثانية الأستاذ محمد بشير الرشيدي في حوار مفتوح مع وسائل الإعلام، وهي فرصة سانحة استحضر من خلالها عمق وحجم الاهتمام الذي خلفه اللقاء الأول معكم لدى الرأي العام، اهتمام يعكس الانشغال الجماعي بموضوع مكافحة الفساد والتطلع نحو بزوغ مرحلة جديدة معبأة بدينامية كفيلة باستئصال هذه الظاهرة والقضاء عليها. من أعلى هرم الدولة تتكرر مناسبات الحديث والتوجيه والإصرار على ضرورة مكافحة الفساد ومحاربته، حيث اعتبرها جلالة الملك قضية الدولة والمجتمع، ونبه إلى كون هذه الظاهرة لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات، مشددا أن لا أحد يستطيع بمفرده، سواء أكان شخصا أو حزبا أو منظمة جمعوية، بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده خارج القانون. هذا اللقاء كيجي في إطار التواصل مع المواطنين ومع الفاعلين المجتمعيين باش يكون هناك تحسيس وتوعية، ولكن أكثر من هذا باش يكون هناك معرفة بالتقدم ديال بلادنا في مجال مكافحة الفساد، انطلاقا من تشخيص موضوعي ديال واقع الفساد التطور ديالو، بحيث أن الهيئة قامت بدراسة اللي شملت ما يناهز 4 قرن، واللي كتخلص إلى أن الوضع ديال الفساد كيبقى غير مرضي، وأن المغرب في هذه المدة الزمنية اللي طويلة لم يستطع أن يحسن لا التنقيط ولا الترتيب ديالو في جل المؤشرات المتعلقة بهذا المجال. في الموازاة كان يعني القراءة ديال في نفس الفترة كتبين أن المغرب خاد مبادرات متعددة، وكان إطلاق ديال مخططات حكومية، وكذلك اللي توجد في الأخير باستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، تم الإطلاق ديالها في آخر 2015. وبالموازات المغرب انخرط في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد. هذا الشيء كله يعني كيبين بأننا أمام مفارقة، الوضع اللي ما كيتحسنش في الوقت اللي كاين فيه مجهودات وأشغال متعددة. هذا دفع بالهيئة باش تقوم بواحد تقييم دقيق ومفصل للسياسات العمومية والبرامج والمشاريع ديال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، باش نوقفوا على شنو هما الإنجازات اللي ممكن التعزيز ديالها والتقوية ديالها باش تستمر، وباش يمكن لها تمر من مرحلة اللي فيها هي إلى مرحلة اللي كتنتج الآثار الملموس. وكذلك باش والهيئة كذلك قامت بفتح أوراش متعددة في مواضيع مهيكلة اللي كيمكن لها تقدم العمل على مكافحة الفساد. انطلاقا من هذا الشيء كامل، الهيئة بلورات توجهات استراتيجية لسياسة الدولة في مجال مكافحة الفساد في المغرب، واللي اليوم كيمكن نعتبره بأن المغرب كيتوفر على مكتسبات اللي كتطلب أن يكون هناك انخراط ديال جميع المؤسسات والسلطات المعنية في إطار التكامل والترابط ما بين المسؤوليات بكيفية مفصلية، باش يمكننا نوصلوا للأهداف المتوخاة. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب
لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.